يقول لك مرة ذهبت، اسمع 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 اسمع، ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول لك مرة ذهبت إلى نادي ليلي حيث طلبت عاهرة مني $100، دفعت لها وقالت لي متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود، لكن لمدة يوم واحد فقط، هل أعتبر ذلك زواج متعة؟ لا، إذا كان ما قالت بقصد إنشاء الزواج، وأنت قلت بعد ذلك قبلت لنفسي، فهذا يكون زواج متعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخ والله قلبي تعورني. طيب، عموما الفتاوي تقريبا خلصناها يا شباب، بارك الله في ديو بليس، ما ادري والله شنو كتبت له، ايه ما ادري شنو طلع لي اكتبه. خلصت فتاوي اليوم دين الاثنا عشرية بان هذا الدين دين يعني هشك بشك، دين سلفني، دين رقصني، دين مش عارف ايش، دين دلدغني اللي تبي. طيب ابى اسمعكم شغلة، وهو طعن الاثنى عشرية بعلي رضي الله عنه وارضاه بموضوع المتعة، نسمع مع بعض كيف يطعن هؤلاء الاثنى عشرية بعلي رضي الله عنه وارضاه وجعلوه زير نساء. خلنا نسمع. انت بس تبيها جميلة شكل، لا البدن له دور، اللون له دور. الامام لا يا عمي، كل ما احترت حلال طال عمرك، ما في شيء اسمه حرام، كل ما احترت حلال. الشيء الحرام الوحيد اللي الشيء اللي شفتهم عندهم يا شباب انك بس تتزوج المرأة واختها، هذا حرام، والنظر نظر المرأة الى عورة المرأة هذا حرام، بس هذا اللي قريتهم كله حرام. سلام الله عليه يقول تزوجوا سمرة. خلنا نسمع الان، نسمع هذه. يلا يبا، البدن له دور، اللون له دور. الامام علي سلام الله عليه يقول تزوجوا سمرة عينا عجزة مرضوعة، ومن كرهها فعلي مهرها انا اخذه. الامام علي رضي الله عنه رضاه يقول لهم تزوجوا هذا المربوعة العجزاء اللي مش عارف ايش، ومن كرهها يعطيني اياها علي مهرها وانا اخذها. يعني شنو؟ يعني مرتجع يرجعها له، الامام علي ياخذها حق نفسه. سمعت شلون؟ شرط السكين يعطيك اياه، شرط السكين، بارك الله فيكم، شرط السكين. اللون له دور. الامام علي سلام الله عليه يقول تزوجوا سمرة عينا عجزة مرضوعة، ومن كرهها فعلي مهرها انا اخذها. ومن كرهها علي مهرها وانا اخذها. هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي مو عاجبته يرجعها لي انا اخذها. كمل. تحصل لي فد وحده سمراء عينا عجزاء ومربوعه، اذا ما تريدها الامام علي يقول انا اخذها. ما شاء الله تبارك الرحمن، الامام علي رضي الله عنه وارضاه عنده مستودع مرتجع، ها؟ عند المرتجع كله ياخذهم، ما شاء الله، اي واحده مو عاجبها ريرها ياخذها الامام علي. سود الله وجيهكم، ثم سود الله وجوهكم، ثم سود الله وجوهكم. زين انت تعرف السماره شنو لها دور؟ لها دور بالقابليه الجنسيه، لها دور بالحراره الجنسيه، هذا واحد. شنو هذا؟ لا قريتها، قريتها هذه، قريتها، بس لا يبي لنا شيء قوي يعني. بارك الله فيك. اشتري عيناه يعني. يعني انت تحب الامام علي ابو مشاري؟ والله شو اسمك انت عاشق مهاجر. انا اتحداك واتحدى كل 12 موجود في البالتوك وغير البالتوك ان ياتي الى هذه الغرفه ويدافع عن علي رضي الله عنه وارضاه من النواصب الزنادقه الذي وصفوا علي رضي الله عنه وارضاه بابشع الصفات. اتحداكم كلكم. يقول واحد انا احب ال البيت وعندي استعداد ادافع عن علي رضي الله عنه وارضاه، يجي للغرفه هني ويقول لي نعم انا جاهز اني ادافع عن علي رضي الله عنه وارضاه. يلا اتحداكم كلكم، اذا واحد فيكم يثبت فعلا بانه يحب الامام علي رضي الله عنه وارضاه، لكن كلكم بس حكي فاضي ودين بطيخ وكل شيء ماكو يتماكو. بيت انطبقت على القاعد ثريا، ماهي وانقطع نحره، ظل دامي على الغبره وسيوف الأرض.
ابن هذا هو دينكم هالشك بالشك ودين سلفني دين رقصني دين دعارة دين زندقة هذا هو بارك الله فيك دين صلنا ساعتين نتولف بس بالدعارة اللي فيه وما يبنى ربع حتى ربع الدعارة ما يبنى عمي فتحتك الخاص يا اسمك يا جعفري الخاص مفتوح بارك الله فيكم عموما شباب طبعا سمعنا اشياء عجيبة وغريبة في هذا الدين الاشياء اللي استشفيناها حلوة استشفيناها سجلوها عندكم بارك الله فيكم سجلوها عندكم بان المرأة او البنت في الدين الاثنى عشري سلعة رخيصة مهانة منذ ولادتها حتى وفاتها منذ الولادة يعني عندما تكون رضيعة الى ان تفطس وتموت شنو هذا لا يا شسمه هذا الكلام مو صحيح هذا الكلام اللي اعطتني اياه هذا مو صحيح يحتاج الى دليل هذا الكلام بس شفوي وكلام فاضي بارك الله فيك احنا لما نتكلم او لما نجيب اي فتوى نجيب الرابط مالها بارك الله فيك نحن لا نتكلم لا 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 ما ادري انا عارف الفتوى لا لا هذا اترك الموضوع هذا لا هذا التأليف تأليف خذها مني انا احنا ما نتكلم الا بدليل يعني اي كلمة تقال بالغرفة نأتي بدليل فيها يا من معمم بحسينية يا من مرجع يا من طقاقة يعني هيج هيج لا 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 ادري فيها انا عارف هذه لا هذا الكلام فاضي هذا الكلام فاضي هذا كلام عاري عن الصحة بارك الله فيك وهذا عاري انت استفدت من مبشاري اليوم فاجرك على ابا عبد الله عموما الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان وكرم المرأة وكرم شرفها وعرضها وصانها أما الاثنى عشرية فجعلوا عرض المرأة سبيل جعلوا عرضها لكل اللهم آمين أخينا الكريم جعلوا عرض الاثنى عشرية سبيل منذ الصغر إلى أن تفطس وتموت أجازوا لبناتهم امتحان المتعة البنات تمتهن المتعة في الدين الاثنى عشري أخزاكم الله ثم أخزاكم الله ثم أخزاكم الله ثم قال أبا مشاري لا والله ما أترككم يا إثنى عشرية إلا أن تتركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله بارك الله بكم بارك الله بكم أنا إحنا شيعة جعفرية رغم أنف الناصبية وإحنا شيعة جعفرية رغم انت شيعة جعفرية مستانس ها هاي هو كل شيء ما بيها بارك الله فيكم كل شيء ما بيها انا دخلت رومهم واسمعهم يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم استاذنا اخينا الكريم لا يجوز لنا نحن المسلمون دخول غرف لا اليهود ولا النصارى ولا الرافضة لان هذه الاماكن جميعها تطعن في الاسلام بارك الله فيك فلا يجوز لك شرعا ان تدخل مكان يطعن ويشتم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الغرف غرف لا اسلامية لا اسلامية بارك الله فيك عرفت استاذي الكريم طيب بارك الله فيكم انا اطلت عليكم اذيت مسامعكم وكانت طبعا فتاوي ساقطة ساقطة من جميع النواحي يعني لا حياك الله حبيب الغالي حياك الله حياك الله الغالي حياك الله الدين دين جنسي دين قائم على الجنس وان شاء الله ان شاء الله يعني خلال الايام القادمة راح نتكلم على هو الدين الاثنى عشري قائم على ركيزتان او قائمتان اللي هي الخمس والمتعة خلصنا الان من المتعة والزنا والزندقة هذه كلها خلصنا منها ان شاء الله راح نتكلم على الخمس في وقت اخر باذن الله تعالى عموما بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خير وانا اسف والله انا اسف جدا 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 اني قرأت هذه الفتاوي لكن والله حتى يعلم المسلمين حقيقة هذا الدين الفاسد حقيقة هذا الدين الباطل القائم على الزبالة قائم على الدعارة على الزندقة على كل شيء دين اباح الجنس بجميع انواعه يعني حتى البهايم ما تجيز مثل هذه الامور الاثنى عشرية اجازوها عموما بارك الله فيكم واحسن الله اليكم اخواني
حياكم الله. يا ريت يعني تكتبون حق بناتنا خواتنا انهم بامكانهم الرجوع الى الغرفة. حياك الله عمو من دبي وحبك الله اذا بفتني بي. حيا الله الشبيبة والشياب. يا ريت تكتبون لاخواتنا يعني خلاص اذا يقدرون يرجعون الغرفة. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم.